في أخبار الرياضة، فشل المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين أمام منتخب باراغواي للتعادل معه بهدفين لمثلهما في أولى مبارياته ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا. وقال ميسي قائد الأرجنتين بعد المباراة: لقد خلدنا إلى النوم في الشوط الثاني. وأحرز سيرخيو أوجيرو وليونيل ميسي هدفي منتخب الأرجنتين، وأحرز هدفي منتخب باراغواي نيلسون فالديز ولوكاس باريوس.